السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة الروشتة، معكم باسم حامد الباحث في مجال الأمومة والطفولة والحاصل على الدبلومة التوعوية في مجال صحة الحامل والطفل من مؤسسة إدراك الأردنية. خليني أقول لكم إن هدف قناة الروشتة هو تقديم المعلومة ورفع الوعي، ولا يغني ذلك بأي حال من الأحوال عن استشارة الطبيب. الطبيب النهاردة الموضوع نقلا عن الدكتور حازم سعد عبد السلام، أحد كبار أطباء مصر وأحد كبار أطباء الأطفال واستشاري تغذية الطفل في جمهورية مصر العربية. رضعة الأعشاب والوهم اللي احنا عشنا طول عمرنا فاكرين إن رضعة الأعشاب دي حاجة كويسة بنديها لولادنا وبنفيدهم وبنخليهم يناموا كويس ويستريحوا من المغص وإلى آخر هذا الأمر. لكن الحقيقة في أحد المرات جلست مع الدكتور حازم واكتشفت حاجة تانية خالص، ولما شرحها لي يعني أنا اقتنعت بيها وغيرت وجهة نظري، وبحثت أيضا من وراء الدكتور حازم على هذه المعلومة، وجدت كما قال الرجل للأمانة المعلومة صحيحة. دكتور حازم لمعلومات حضراتكم هو راجل بيبحث في مجال طب الأطفال، وعلى طول بيسافر بلدان كتير عشان يحضر آخر مؤتمرات ويحصل على آخر المستجدات والمستحدثات بتاعة طب الأطفال. فالدكتور حازم بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أي أعشاب بتنزل في معدة الطفل بتاكل في لحمه. قلت له مش فاهم. طيب بيقول لي إن الطفل، وركزوا معايا في الحتة دي، الطفل الحديث الولادة بالفطرة لما بينزل له أي أكل بيبحث فيه عن البروتين، يعني حليب ماما أو الحليب الصناعي لما بينزل معدته بيبقى فيه بروتين، فبيحاول إن هو ياخد البروتين ويتغذى بيه عليه ويكمل بيه بقية يعني نموه وتطوره وإلى خلافه. لكن لما بتنزل له اي حاجة تانية ما فيهاش بروتين بيحصل انه بياخد البروتين من لحمه، وده بشيء فطري بشكل فطري. يعني انت او انتي اديتي ابنك حليب الام او اديتي له الحليب الصناعي وكان الحليب ده فيه بروتين، خلاص هو بيتغذى على البروتين. طيب اديتي له رضعة اعشاب، الأعشاب اللي نازلة دي الكراوية اليانسون خلافه ما فيهاش بروتين ما فيهاش بروتين، فبالتالي يبحث عنها عن البروتين، فلما ما بيلاقيش بيروح واكل في لحمه. عارفين زي ايه؟ زي ما بالظبط كده بالمثل البلدي يقول لك ايه، انا هاكل في نفسي من الجوع، انا جعان جدا لدرجة ان انا هاكل في ايه، هاكل في نفسي. كلمة هاكل في نفسي دي الطفل بيعملها لما بيلاقي ان الاكل اللي نزل له ما فيهوش بروتين، فبيبدأ يتغذى على البروتين اللي موجود في لحمه منه فيه. فبالتالي انت كأنك ماسك موس او مشرط وعمال تقطع في لحم ابنك برضعة الاعشاب. طيب هتيجي تقول بعض الناس هيجي يقولك لا رضعة الاعشاب مفيدة والدكتور هو اللي قال لنا عليها. الى الان هناك بعض الأطباء لم يطلعوا على أحدث الأبحاث ومستمرين على الفكرة القديمة، فاللي عايز يمشي معاهم مفيش مشكلة، هم أنتوا أحرار، واللي عايز يسمع لحد الآخر ويقتنع أهلا وسهلا. تعالوا نرد على يعني زي ما بيقولوا إيه، الوهم بتاع إن الأعشاب بتريح معدة العيل، وإن الموضوع ده كله وهم في وهم. إزاي؟ لما تيجي تقول لي انا عازم حضرتك على العشاء، والعشاء ده بيبقى فيه مثلا كبسة وفي مش عارف لحوم وفي مشاوي وفي رز وفي مش عارف ملذ وطب من الاكل، واكلنا العشاء ده وبطننا اتقطعت من ايه، من المغص، جيت اقول لك لا انا الاكله دي تعبتني معدتي، لو سمحت لما تيجي تعزمني ما تعزمنيش على الايه، على الموضوع ده. فجيت تاني مره قلت لي ايه، خلاص يا فندم انا هعزم حضرتك على العشاء، بس المره دي العشاء بقى هيريح معدتك خالص. قلت له يلا.
اجي اقعد معاه الاف، افتح الطبق كده الاقي ايه؟ الاقي ميه. اقول له فين العشاء؟ اقول له حضرتك الميه اهي. طيب ماشي، شربنا الميه. هيقول لي حضرتك انت لو شربت الميه مش هيجي لك المغص. قلت له فعلا حقيقي، بس انا هفضل جعان وما اتغذيتش وضيعت من يومي وجبه كنت مفروض اكلها. ده اللي بيحصل مع طفلك، انت بتدي له رضعه الاعشاب، ما هو طبيعي انه مش هيحس بالمغص لسبب وجيه جدا، انه فعلا ما تغذاش، انت ما اكلتوش، انت اديت له رضعه الاعشاب. جيت قلت لي دي واحد رضعه واحده بس، اقول لك مش مشكله. تعالى كده اقول لك، ايه رايك لو تدي ابنك اللي عنده 10 سنين سيجاره؟ تقول لي لا السجاير مضره بالصحه، سجاير غلط. قلت لك ماشي، ما هي مش مشكله، دي سيجاره واحده، يعني اقول لك نفس واحد مش هيضره. هتقول لي لا ولا نفس واحد، هقول لك برضو ولا رضعه اعشاب واحده. اقتنعت ولا لسه ما اقتنعتش؟ لسه ما اقتنعتش. هي حد يقول لك ايه، ما احنا اولادنا كلنا متربيين على موضوع الاعشاب والى خلافه. هقول لحضرتك او حضرتك ايه التاني، في بعض الناس ربنا مبارك في صحتهم وبيشربوا سجاير وبيلعبوا رياضه وبيبقى طول عمرهم يعني ما شاء الله رياضيين وصحيين وبيشربوا سجاير، بس ده مش معناه ان انا هقيس على الناس دي بس ان الموضوع ان السجاير مش مضره اطلاقا. انا ما اقدرش اقيس على شواذ القاعده، انا بقيس على القاعده العامه، اما شواذ القاعده فانا ماليش دعوه بيها. تمام. طيب ايه اضرار رضعه الاعشاب عامه بقى؟ رضعه الاعشاب ممكن تؤدي لا قدر الله الى الاسهال. تيجي تقول لك ان ايه الطفل جاله اسهال، اسهال لان حضرتك عماله تديله ميه، ما هو ميه 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 ميه، ممكن يحصل ايه اسهال. الحاجه الثانيه الشبع الكاذب اللي ممكن بعض الناس يقول لك ايه الطفل ايه، مش زي ما حضرتك قلت، لا ده الطفل شبع من رضعه الاعشاب. هاجي اقول لك، تعالي ابنك الكبير كده قبل ما تحط الغداء هتلاقيه ماسك مثلا كيس شيبسي ومثلا بسكوت او شوكولاته وعمال ياكل فيها، وانت لمحتيه كده قبل الغداء ما يتحط انه عمال ياكل في الشيبسي والحاجات دي، تروح قايله له ايه مره واحده؟ تقول له بطل يا حبيبي اكل الحاجات دي عشان ايه؟ نفسك ما تتسدش. الله، طب ما هو بياكل. لا بس الحاجات دي مش مفيده، الاكل اللي هنحطه دلوقتي هو المفيد، ولو اكل الحاجات دي نفسه هتتسد. ده اللي انت برضو عملتيه في رضعه الاعشاب، انت اديتي له رضعه اعشاب ملى بطنه بشيء فارغ ملوش اي قيمه غذائيه في الفتره اللي هو فيها دلوقتي. امتى؟ اول ما يبتدي ياكل اديله زي ما انت عايزه. يعني لو هتاكلي عند عمر ال4 شهور يبقى اديله رضعه الاعشاب عنده عمر ال4 شهور، لو هتديله الاكل عند 6 شهور واحنا مع هذه المدرسه اديله رضعه الاعشاب مع 6 شهور، لكن موضوع ان انت تديها له دلوقتي غلط. طيب عايزين نحلل المغص يا جماعه. المغص الليلي ده بيحصل للمواليد او حديثي الولاده اول 3 شهور في حياتهم، وده شيء بيحدث للاطفال ككل. ليه بيحدث؟ ايه التفسير العلمي للمغص الليلي اللي بيجي للاطفال المواليد الجدد اول 3 شهور؟ لان ببساطه انزيمات الكبد وعمليات الهضم لسه ما اشتغلتش بكفاءه، لسه الطفل بيعني بيكتمل نموه، لسه بيتطور. فاول 3 شهور لا محاله، لا محاله من موضوع المغص الليلي. ايه علاجه؟ ممكن في دواء اسمه سايمسكون، ده هيساعد شويه بس بلاش رضعه الاعشاب. دواء سايمسكون وهنسيب لكم اسمه في صندوق الوصف، مع بعض التمارين البسيطه. التمارين البسيطه ان انت تحطي ابنك على بطنه على رجليك، ولازم تاخدي بالك ان انت لازم تبقي متواجده، محدش يحط ابنه على بطنه ويمشي، العيل يروح مكفي على وشه ولا حاجه يجيله اختناق، لازم تبقي حاضره. فحطي ابنك على بطنه على رجليك، يعني خليك قاعدة على الكرسي كده وحطي ابنك على بطنه وطبطبي عليه من ظهره، أو دلكي بطنه، أو امسكي رجليه من فخده كده واتنيها على بطنه تانية، اتنيها على بطنه تانية خفيفة. هذا التمرين
بيقلل شويه وبيحاول يطلع. حتى انت ممكن لما تيجي تعملها مع ابنك او بنتك كده اللي هي عمرها شهور، تلاقي ايه يعني اعزك الله صوت الغازات طلع. فدي بعض التمارين. انما رضعه الاعشاب صدقوني يعني بتضر الطفل وما بتنفعوش. دي كانت حلقتنا النهارده عن رضعه الاعشاب ووهم رضعه الاعشاب. وزي ما اقول لكم، زي ما قلت لكم قبل كده، ان رضعه الاعشاب عايزين تبداوا فيها، ابداوا لما الطفل يبتدي ياكل عشان يلاقي البروتين في الاكل، فما يبقاش ياخد من لحمه. اما دلوقتي هو ما بياكلش حاجه غير الحليب، فلو ما لقاش في الحاجه اللي نازلاله بروتين هياخد البروتين من لحمه. انا قلت، وطبعا هذا الكلام نقلا عن الدكتور الكبير دكتور حازم سعد عبد السلام. ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.